صعوبتها. صعب وانت صعب صعب قلتها بشكل حتى دلوقتي واضح قوي، احنا عشنا الويل او شفنا الويل الويل. بالظبط. وانا اتكلمت عنها اكتر من مره حتى في غيابك، سمعت انه حضرتك انا عارف كويس قد ايه انت عانيت على مستويات حتى شخصيه من ضغوطات، بل وحتى انا قلت انه ربما فكرت حضرتك في وقت من الاوقات انك تتنحى او تبتعد عن بالظبط. القصه. اصل تاني معلش يعني خلينا بس نتكلم، حضرتك يعني على رب اسره او حضرتك، حضرتك هتشوف القصه دي انت معلش يعني، ما انت المفترض انت بتشتغل في عمل عام صح؟ مظبوط. فانت ما بتدخلش حاجه من يعني ما يعني فيش مدخولات بالنسبه لك من العمل العام، بل بالعكس انت يعني في نزيف اموال بيطلع. فانت طب على ايه ان انت تعمل كده وتلاقي مثلا مردود من ناس صغار، مش يعني مش هقدر اقول كلمه اوحش من كده يعني، لا بلاش. ولكن انا في الاخر انا بقول طب ليه؟ طب ما تقعد في بيتك احسن وشغلك وبيتك وبرستيجك ووضعك وكده، ولكن في الاخر نادي الاتحاد انا بالنسبه لي عايش، نادي عايش. الاتحاد بالنسبه لي انا بحبه صح. خلاص، وبحب اشوف جماهيره فرحانه، صح. ده همي. الاتحاد ده الناس الصغار السن فتلاقيهم ايه؟ ايه ده اللي بيعمله؟ ده واحد مثلا قال لك ايه؟ قال لك ده انت نادي الاتحاد استفدت منه كتير جدا. طب قولوا لي يا جدعان، طب انا مش استفدت من ده الاتحاد عشان فاهم يعني يعني طبعا هي بتبقاش الشهرة، بتبقى استنى بتبقى ربما استنى بس دي بتبقى شهرة فكرة شهرة الارتباط لا لا ما اسم انا هقول لك حد اهو، بنادي جماهيري زي الاتحاد بتبقى اكيد مكسب بقول لك يعني. اهو شهرة شهرة حب ناس احترام الناس، وانا تملي بقولها الحتة دي. نادي الاتحاد السكندري جماهيره اللي هي المخلصة جدا في حتة تانية بصراحة، ايوه يعني جماهير نادي الاتحاد السكندري دي فعلا بتموت عشان ناديها، ايوه ولها مواقف السنة دي في وقت فعلا احنا كنا محتاجين فيها الجماهير، وقفوا مع نادي الاتحاد وقفه، ومش هنسى لهم ماتش البنك الاهلي، الاتحاد والبنك الاهلي كسبنا فيه 3-0 في اسكندريه هنا. ايوه لا جماهير نادي الاتحاد كان لها موقف محترم جدا جدا جدا. فعلى فكره انا عندنا لعبه كره السله كمان هاني، فانت عندك اللعبات كثيره، صح. فلا موقف نادي الاتحاد اتضايقت حضرتك يا استاذ محمد امبارح من اللقطات اللي شفناها اول امبارح لجمهور الاتحاد مع انس اسامه، وطلعتوا بيان فيما يبدو اعتراضا على المشهد اللي حصل في خصوص الزمالك. اكيد. بص يعني خلينا بس نتكلم، لو في قله من الجماهير طلعت تقول حاجه زي كده دي مش جميل نادي الاتحاد، ما تمثلش لا جميل تعبر. مظبوط. بالظبط كده. فانت يطلع ثلاثه اربع كفار طلعوا كده في اقل من ثانيه، الموضوع اتلم بسرعه يعني، واتلمت بسرعه والحمد لله. يعني احنا يعني احنا نزلنا بيان يبين عمق العلاقه اللي بين نادي الاتحاد كده من الزمالك، دي رساله لمصر كلها. فاحنا مش هنقف على حاجات صغيره زي كده ايوه تعك صف العلاقه الطيبه اللي بين نادي الاتحاد وجماهيره صح. وعن نادي الزمالك وجماهيره ومجلس ادارته هنا ومجلس ادارته هنا. وبعدين البيان كان لازم ينزل عشان صفقة محمود علاء تتم تاني يوم. لا والله 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 انا ما خدتها بالمعنى ده، انا عارفك انت عندك من الذكاء الاجتماعي ان انت تقول حاجه زي كده، بس والله ما كان كده خالص والله. يعني انا بالنسبه لي سيدي انا بهزر مع انت حضرتك. ما بتعديش الواحده هاني يعني. طب انا ده قلقان قلقان وانا طالع معاك في ده انا التلفزيون بتشرف يعني. والله بوجودك معايا يا استاذ محمد، حضرتك عارف. لا واتمنى بقى تنورنا في الاستوديو والله زي ما كنا متفقين من فترة طويلة، لان والله فعلا وجودك هيشرفنا يعني. انا حابب طبعا اكون مع حضرتك ان يعني، شاء الله وان شاء الله نشوفك قريب ان كمان شاء الله. ونسعد بيك ان شاء ونشرف الله بيك، ومن خلال حضرتك بتمنى كل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري في ان بطوله شاء الله العربيه لكره السله ان باذن شاء الله الله باذن في الله. الكويت، ان شاء الله يؤدوا اداء هو طيب والاهلي وده محترم، يشرفونا وهو ان شاء الاهلي الله. واللي يكسب البطوله دي ان احنا نسقف له ونشجعه.